أيضا من القضايا التي تناولها القرآن وتوسع فيها قضية العبادة، وقضية العبادة هذه متنوعة، من طهارة ومن صلاة ومن زكاة وصدقة تطوع وصوم وحج وجهاد وذكر لله وقرآن كريم إلى آخره. كل ذلك جاء في كلمتين مختصرتين: إياك نعبد. فإياك نعبد لخصت قضية من قضايا القرآن التي أفاض فيها كثيرا، وإياك نستعين أيضا أوجدت لنا غرضا من أغراض القرآن الكريم، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة والتوكل عليه والإنابة إليه وتفويض الأمور إليه، كلها جاءت فيها. وإياك نستعين،